بالك بحالك شباب، معكم شركية بشركة كين، جالكم فيديو جديد. يا شباب، فيديو اليوم رح حلل دعاية ماب الزومبي الجديدة، دعاية زيتس بونشيما، تحليل كامل ونشوف كل الأشياء اللي فينا نشوفها بالدعاية ونتوقعها بالماب والأشياء اللي لها دخل بالستوري كمان. بس أول شيء أشارككم بالإنترو البداية، أتمنى يكون عجبكم. طبعا أنا يعني على كل ماب رح أسوي له إنترو خاص، إنترو يعني باخده من الدعاية. فشادو في إيفل كان له إنترو، ديلايسن دراخ كان له إنترو اللي صاركم عم تشوفوه مدة طويلة، وهلا هذا الإنترو الجديد. أتمنى يكون عجبكم، اكتبوا لي بالكومنت هل عجبكم أو لا. يلا بلا ما نطول أكثر، خلينا نبدأ. طبعا هالمرة النظام غير، أنا فاتح الفيديو قدامكم، كل شوي رح يعني شغل وقف واشرح لكم الكلام اللي راح يعني تحليل او يعني شو في شيء فينا نحلله. يلا خلينا نبدا. شوف اول شيء، طبعا اول شيء خلينا نرجع شوي. اول شيء ايوه بطيء، خلينا نشغله بطيء. شفتوا رقم 9؟ رقم 9. طبعا رقم 9 لشو؟ لمجموعه ديفيجن 9. ما يعني على ما اظن مجموعه ديفيجن 9 لها دور جدا جدا كبير بشو اسمه بالماب هاد او بقصه الزومبي اللي هون. نحن اصلا بنعرف انه مجموعه ديفيجن 9 لها دور جدا كبير، وعلى ما اظن اذا انت الواحد، اذا يعني انت الاشخاص اللي مهتم بالزومبي واللي تتابع فيديوهات كل هالاشياء يعني قصص عن الزومبي، رح تعرف انه هم ديفيجن 9 شو دخلهم بالماب. اول شيء بنعرف انه طوكيو في شفره بجرائد صندراخ او ورقه مكتوبه بالياباني، وهو طوكيو بعت رساله لامبراطور اليابان وكتب فيها انه نزل على هالجزيره وشاف الاشياء اللي عم تعملها ديفيجن 9. الاشياء هاي تجارب على بشر وحيوانات واشياء مخيفه ولازم نوقفها. هاي اول شيء. ثاني شيء، في شفره سريه ثانيه بدراسه نراخ تحكي انه مجموعه ديفيجن 9 خلصوا الشغل وخلصوا كل شيء عليهم من شينونوما، ما في شينونوما نور اتوار، وانتقلوا للمرحله الثانيه منطقه الجزيره. فنعرف انه ديفيجن 9 لها دور جدا كبير. ومين هم ديفيجن 9 اصلا؟ هم جروب يعني مشارك او بيساعد مجموعه 935. 935 اللي هي في دكتور ماكس تروكتوفن من زمان، اللي هي اساس المصايب هي كلها، فهدول تابع لهم او يعني بيتعاونوا مع بعض. فهي اول شيء رقم 9 عشان تاكدوا انه جد مهمه. فخلنا نكمل هذا الكاتسين، انتم شايفينه اول شيء عادي اللي شفناه. وهون في ديمسي يطيح، انتم شايفين طبعا مو بس ديمسي يطيح، كلهم بيطيحوا على فكره. فانه يعني كملوا السباحه على الجزيره. هون اعشاب ومناظر حلوه. بعدين هون هذا الشيء اللي جدا مهم، هون في 4 اسلحه بحكي لكم من هلا ومضمونه ضامنها 100% انه راح يكون في 4 اسلحه. شو هم؟ ما حدا بيعرف، بس 90% راح يكون سيف. ليش سيف؟ لانه طلعت تسريبات حكت انه سيف، ولانه الماب لو دخل بشخصيه طوكيو، ودائما طوكيو بيشوفونه بنشوفه بالكاتسين انه معاه سيف، حتى بالكاتسين الاخير كان معاه سيف. فانه يعني ان شاء الله يكون سيف، ما يكون سيف عادي مو نفس السيف تبع المالتي بلاير اللي شو اسمه اللي طلع لنا بالبلاك ماركت. لا، اذا كان سيف راح يكون سيف كاتانا. شو هو سيف الكاتانا؟ وشو اسمه السيف اللي دائما طوكيو بيمسكه، والسيف تبع اليابانيين. وفينا نشوف في شيء ازرق، يمكن احنا سمعنا انه راح يكون في قوه الرعد وقوه الهواء وقوه السحر وقوه المي، على ما اظن هذا اللي سمعناه. وعلى ما اظن هون راح يكون قوه المي او قوه الهواء، هون قوة الأرض، وبعدين في واحد هون يمكن يكون لونه وردي على ما أظن، أو يعني لونه بنفسجي يكون قوة السحر، وواحد ثاني قوة المي ويكون أزرق فاتح، أو هاد قوة المي واحد. المهم إنه راح يكون في 4 أسلحة، وهالشيء بالضبط شفناه بدراي سندراخ. دراي سندراخ عندنا الهرم اللي بالنص، وعندنا 4 عواميد حوالين حوالين الهرم، وبنعرف إنه بكل عمود فينا نطور سلاح. بس هون ما في شيء ما في شيء، لا في والله، كأنه هذا كأنه بوكس تاخذ من السلاح. فصراحة شيء جدا حلو نعرف انه راح يكون في 4 اسلحة، خلص بطلوها كلام سلاح الواحد، وهالشيء صراحة جدا خرافي. من زمان كان انا صراحة دائما احب العب بالسلاح الخارق تبع الماب، فمن زمان لما كان يطلع لواحد بالبوكس كنت صراحة جد جد انقهر، كنت جد انقهر انه خلاص ما عاد احب العب. ما حاليا خلاص اي جيم متأكد 100% اني راح اخذ احد الاسلحة هاي لما العب اونلاين. طبعا سولو ما تفرق، بس انه يعني كمان الك الخيار تختار اي سلاح منهم، وهالشيء جدا خرافي. فخلنا نكمل. طيب الشباب، هلا مثل ما شايفين قدامكم عنا صورة واحد ومعانا بتات غريبة ومحبوس جوا شيء. طبعا هالشيء بالضبط الورقة او الشفرة السرية اللي موجودة بجلاس اندراخ، اللي طوكيو بعت لرسالة للمطار الياباني بيحكي له انه مجموعة ديفيجن 9 عم تسوي تجارب غريبة على البشر والحيوانات والنباتات. فهي احد التجارب، حطهم جوا كبسولات. بس الشيء الغريب انه معهم نباتات، فيعني شكلهم عملوا تجارب مع البشر مع النباتات، وهالشيء صراحة الغريب. ولا لو كملنا راح نسدد لها الكلام. اول شيء انتم شايفين شعار ديفيجن 9 عشان يعني اكد لنا انه هي ديفيجن 9. ومثل ما شايفين هون في عنا التماثيل لكل الناس المحبوسين،
راح شكلهم جدا مخيف، طلع كيف طالع منهم اشياء، ما بعرف هي اسلاك ولا شو بالضبط، بس انه هون في مبين سلاح لو شفتوه يعني، وسلاح من الحياة شكله الفيسبر او شيء. يلا خلنا نكمل اكثر. طيب هون زومبي عادي، صراحة الزومبي شكله جدا مخيف، اخوف من اي زومبي شفناهم قبل. وهون الشخصيات الاربعة ماشيين عنا، خلني بس شباب احط الفيديو على سلو موشن او يعني على التصوير بطيء مشان انه يعني لو ما يروح علينا شيء. خلنا نكمل. هون الشخصيات الاربعة، وهون تاكيو ماسك الام بي 40 على ما اظن او الاتش جي 40، فبنعرف انه راح يرجع. هاد ما بعرف شو بالضبط، على ما اظن هذا فخ، ولانه انتم شايفين طالع منه كهرباء او شيء، لمجرد ما الزومبي يفوتوا فيه راح يقتل الزومبي، فعلى ما اظن فخ او باب يمكن نفتحها يعني، ما بتعرف لو تضغط مربع ويفتحوا لك الاجزاء هاي مثل ما شايفين، فعلى ما اظن يا باب يا فخ. خلينا نكمل اكثر نشوف شو في اشياء. هون الشخصياتنا الاربعه ونص الغابه، صراحه الغابه شكلها جدا خرافي، والله حاسس راح تكون احلى مابات الزومبي. ايوه سمسم لو شفتوا هون، لو شفتوا هون نودي بطيء. ايوه لو تشوفوا السلاح هذا سلاح الام اكس جراند اللي موجود بالمالتي بلاير، وشيء حلو انه رجعوا بالزومبي هو والاجي 40، كمان في سلاح راح تشوفوه بعد شوي، بس يا خوفي انه يكون الاسلحه هاي ما تطلع الا للي نطلعهم بالبلاك ماركت، ان شاء الله ما يعملوا هالشيء، لو عملوا هالشيء راح يكون صراحه شيء جدا جدا سخيف وشيء جدا صراحه يعني ما، ان شاء الله ما يعملوها، لانه صراحه يعني بيعرفوا ان معظم لاعبين الزومبي ما يلعبوا مالتي بلاير، او يعني خلينا نقول نصهم، وانا منهم، انا يعني العب مالتي بلاير صح، بس العب مالتي بلاير لان شغل اي كلام، يعني اللعب الجد احبه واستمتع فيه هو الزومبي، فما راح ادفع فلوس وافتح باكيجات لاطلع السلاح، فابي العب زومبي ما بيكون في سلاح خرافي بالزومبي وما اقدر اخذه، فان شاء الله ما يعملوا هالحركه. خلينا نكمل. هون ما في شيء. زومبي اخذ هيد شوت، حياتنا ما شفنا امز. اوكي خلينا نكمل. ايوه هالشيء الغريب اللي هون انتم شايفين هي على ما اظن يعني اللي يطلع منها العناكب، العناكب شو اسمه قبل لا ينولدوا او قبل ما يطلعوا بيكونوا بهالشيء، مو بالحقيقه يعني بس باللعبه على ما اظن، وما ادري اذا بالحقيقه كان نفس الشيء، فبنعرف انه هالشيء راح يجينا من فوق يعني انتم شايفين صرنا من فوق، فصراحه هون في كثير ناس راح تجي لهم كوابيس عناكب وتجيك من فوق، شوفي يعني شيء مخيف اكثر من هيك، تكون تلعب فجاه تطلع لفوق تلاقي فيه يعني نوع من العناكب مش عليك. خلنا نكمل. وهذا الشيء صراحه ما عندي اي فكره شو هالشيء، بس على ما اظن نفس البيوض اللي بشادو اوف ايفل، انه نحفرها انه نضغط عليها مربع ويطلع لنا منها الشيء، ما عندي فكره، بس لا هون انتم شايفين طالع منها شيء، يمكن نوع من الافخاخ او نوع من يعني الكويست اللي نطلع سيف او نطلع شيء انه نجي ونقتل زومبي حواليها او نخليها هي تقتل زومبي، لانه بعد شوي راح تشوفوا انه في شيء بيشبهها وعم بيقتل زومبي، وبعد راح نكمل وارجيكم شو هالشيء اللي حكيت عنه من شوي. اون اتس بونو شيما الماب، ضحكة الزومبي هاي من زمان ما سمعناها لما يروح عليك البوكس. طيب هون ما في اي شيء، طبعا هون صراحة جدا جدا شبهتها وجدا قريبة لماب شينونوما، في ماب شينونوما هيك مثل ممر نفسك وفي درج وفي ورانا يكون الفخ اللي شو اسمه الفخ اللي تعرفوه اللي هو اول يعني فخ غريب مثل شيء اي زومبي بيجي او اي شيء شو اسمه بيشيله على طول، فلو حطوه صراحه يكون جدا خرافي، بس لا الماب صراحه شفت شيء افخاخ احلى واحلى، راح اورجيكم اياها بعد شوي. خلينا نكمل. اي صح، وانتم شايفين ناكد مره ثانيه انه سلاح الاتش جي 40 راح يجي وان شاء الله يكون للكل. اوكي من شوي حكيت لكم عن البيضه هذيك صح، ما اظن لو فعلناها او شيء بصير عندنا مهمه انه نقتل زومبي او خليها تقتل زومبي، على ما اظن ماني متاكد، لانه شوفوا هون شو راح تسوي، راح بعد ما الزومبي كان معاق اجت وقتلته، فعندنا نفس الشيء بشو اسمه بماب جلاسن راخ، عندنا اللي هو البول الجماجم لما نجيب له زومبي معاقين شو اسمه الجماجم بتقتل الزومبي وبنمشي بالمهمه، فعلى ما اظن هذا هون يعني راح يكون نفس الشيء انه بعد ما نخلص المهمات اللي فيها او بعد ما نفعلها شو اسمه نجيب لها زومبي معاقين وتقتلنا اياهم وبالاخير نخلص المهمه عشان نطلع السيف من السيوف، ماني متاكد بس ان شاء الله يكون هيك، راح يكون صراحه شيء حلو. وهون مثل ما شايفين البوكس راح يكون عادي، ما راح يكون نفس موب اوف ذا ديد او اورجنز او شادو اوف ايفل البوكس غير او شيء ثاني، لا راح يكون بوكس واحد يعني هو نفسه البوكس العادي. طيب هون ما في شيء على ما اظن الديث ماشين،
معروفين خلاص حطوه بالزومبي بشكل اساسي، والاتش جي 40 حاطين الاتش جي 40 كتير، ف ان شاء الله يعني يكون انظم انه خلاص حطوه للكل والاخر. ايوه وهون الطياره، هون الطياره اللي بتنكسر شفناها بالصوره المسربه وشفناها هون. على ما اظن ماني متاكد انه هي راح تكون اول ما نبلش اللعب راح نلاقي الطياره جاي هيك وتفجرت، وش اسمه قطع الطياره المتفجره راح تكون افخاخ، لانه هاي بعد شوي راح تشوف في افخاخ كلها، انه شو اسمه معظم الافخاخ هي مراوح الطياره. على ما اظن بدايه الجيم راح نجي ونلاقيها هيك نازله، وانه هالشوت جان كمان دائما بنلاقي اول شيء فينا نشتريه، او راح يكون خطوه من خطوات اللغز وما في الي غير هالتحليل. ما عندي صراحه اي فكره شو يمكن يكون شيء ثالث، فخلنا نكمل. طيب هون اللي حكيت لكم عليه، انتم شايفين الافخاخ هي مراوح الطياره، فصراحة افخاخ جدا 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 خرافية. شوفوا شوفوا كيف، يعني صراحة من احلى الافخاخ بالزومبي، تقطيع الزومبي ابدا. للاسف امبارح كان عندنا الافخاخ الكهرباء بدون ايفل، الافخاخ الاخطبوطية، وهون افخاخ الطيارة، ف صراحة الشيء خرافي. مونكي بوم متعودين عليه. ايوه وهون سو خلينا نشوف في خليطة الماب مثل ما شايفينها هون، طبعا مبين انه عندنا الساحة اللي هون، بعدين في منطقة كبيرة هون، بعدين هون في اللاب او المكان اللي فيه الناس بالكبسولات، وهون شيء ثاني. فالصراحة مبين انه صغير، بس ان شاء الله يكون اكبر ما واضح بالصورة. صراحة ودي ماب كبير، داسن دراخ كان صغير، شادو في ايفل كان كبير، فان شاء الله يكون نفس كبر شادو في ايفل او اكبر. خلينا نكمل. ايوه هون مثل ما شايفين في كأنه سلايد تروح من مكان لمكان، انه جدا حلو، نفس شانغريلا في مثل مكان تروح عليه تعمل سلايد انه مثل اختصار او شيء، فشيء حلو. وهون الشيء المجنون، هون الشيء الخرافي، تذكروا لما حكيت لكم عن شو اسمه عن انه في وسيله في وسيله انتقال او شيء جديده بماب زيتسبون الشيما، اول واحده اللي هي زيب لاين ما شفناها بالبدايه للاسف، او الحبل من مكان لمكان. وثاني شيء حكيت لكم الصرف الصحي، طبعا هي هي الطرد الصحي. اول شيء انا حكيت لكم غلط، حكيت لكم انه يكون في مثل طرد صحي تحت الماب والروح ومخيف وهيك، لا طلع لا انه مثل من تنتقل من مكان لمكان وبشكل جدا خرافي مثل ما شايفين، واللي حطيتها بالانترو مثل ما شايفين. هلا تكون بمكان تضغط مربع راح يوديك على المنطقه الثانيه بالماب، هالشيء صراحه جدا خرافي هون جدا متعودين عليه. وهون عندنا سلاح جديد، سلاح المالتي بلاير كمان اللي يقتل طلقه واحده، فصراحه هذا لو تطور على ما اظن راح يكون شيء خرافي، لو تطور راح يكون شيء جبار. وفي كمان شيء غريب انتم شايفين هلا، ايوه هذا الشيء اللي هون، هذا الشيء اللي هون هو الشيء الجديد، هو الشيء يعني صراحه اللي ما اعرف شو بالضبط. لو بتداووا عليه هيكون شكله نفس السمكه هي، اللي السمكه اللي تنفخها وتصير فجاه يعني شو اسمه تصير اللي تلمسها وتنتفخ فجاه، بس ما عندي فكره والله شو هالشيء بالضبط. ممكن يكون بيرك جديد ونفس نظام الويدز واين، انه لما يضربك زومبي بعدين تقتله بس هون لا عادي مجرد ما قتله طلع له. يمكن يكون باور اب جديد يضيفوه لكل المابات او بس لهالماب، يمكن يكون مثل نوع من القنابل نفس شو اسمه الزومبي بلاك اوف ستول 4 ضد 4 الجريف في ناخذ اللحمه وهيك، بس صراحه ما عندي اي فكره. اكتبوا لي بالكومنت شو كل واحد منكم بيتوقع هالشيء، وخلنا نكمل. انتم شايفين فخ من افخخ من شو اسمه فخوخ الطياره اللي هي تقطيع الزومبي، صراحه شيء جدا جدا خرافي من احلى الافخاخ. هون العناكب، هون اللي ناس كثير شو اسمه ناس كثير راح تجيهم كوابيس من وراهم، في ناس جد بالحقيقه عندهم اوكي المهم اوكي خلينا نكمل، عندهم العناكب يعني فوبيا منها او يخافوا منها بشكل جدا كبير. حتى لو بتشوفوا بالفيديو تبع كول اوف ديوتي ناس كاتبين بالكومنت انه ليش حطيتوا عناكب وليش، وانا يعني ما فيني اتحمل عناكب، ففي ناس جد يخافوا منهم وهون مخلينهم بشكل مخيف اكثر. فشو تفسير العناكب وليش هم اضخام يعني ليش كبار لهالدرجه؟ اول شيء بالحقيقه ما في عناكب بهالحجم، بس بنعرف انه جروب ديفيجن 9 انه عمل ابحاث على البشر والنباتات والحيوانات، فانا ما اظن هي احد الابحاث اللي سواها او احد التجارب اللي سواها على الحيوانات وصارت عملاقة بهالشكل. وعلى ما اظن رح تجينا كل خمس او ست راوندات، نفس نظام الكلاب نفس نظام الكلاب بديرا سندراخ، نفس نظام العصافير بشو اسمه بشادو اوف ايفل، والكلاب بذا جاينت كمان كل خمس راوندات وترمي علينا يعني الشبك او شيء. الصراحة شكلها جدا مقزز. ايوه مثل ما شايفين هون، ايوه شوفوا شوفوا خليني ارجع الفيديو شوي، انه بيرموا على شخصياتنا شبك، في نوع من الشبك شوفوا طلع مثل رامي على الشخصيه من شخصياتنا كنوع من الشبك، وانا اظن هالشيء راح يخلي الشخصيه مثلا تاخذ هيد نفس نظام العصافير بالضبط او الدبابير بشادو اوف ايفل، انه شو اسمه
بتضل تف عليك اشياء، ولو اخذت 4 أو 5 تفات ورا بعض رح تموت. على ما اظن هذا رح يكون نفس النظام بالضبط. طيب هون الشيء الخرافي، السباحه. اخيرا شفنا سباحه بالزومبي، من زمان عم استنى هالشيء. طبعا المشي على الحيط حطونا بشادو في ايفل بشكل بسيط، دير اس دراك حطونا مشي على الحيط بشكل جدا كبير، اللي هو نمشي حوالين الساحه كلها هاي، وفي كتير اشياء طلبنا نمشي على الحيط والجاذبيه ومن هالكلام. فصراحه كان شيء جدا خرافي. وهلا حطوا لنا السباحه، خلاص كل شيء ببلاك اوب 3 كان صار موجود بالزومبي. شايفين هون شخصياتنا عم تسبح، وفينك انك تطخ وانت عم تسبح، مو بس انك يعني تمشي عادي او تسبح عادي. والشيء الاغرب انه الزومبيز جوا المي عم يطلعوا لك، فوالله لو الواحد انحشر جوا المي راح يكون صراحه شيء جدا صعب انه يطلع. خلنا نكمل. شوف شوف في، ايوه هون وحش الماب. وحش الماب مثل ما شايفين انه كان زومبي عادي بيمشي، بس بعدين لو وقف على شيء معين او فجأة الزومبي هاد راح يرتبط فيه نباتات غريبة ويتحول ويصير عملاق. طبعا مرة تانية اعيد واكرر، ديفيجن 9 بيساووا تجارب على نباتات وحيوانات وبشر، فعلى ما اظن هي احد التجارب اللي بيسووها على النباتات بتخليها انه تلتهم الانسان او الزومبي ويطلع منها كائن جدا غريب، او كائن زومبي هاد اللي راح يلعن خيرنا. انتوا شايفينه هلا، وهون تاكيو بنعرف مرة تانية انه تاكيو هو الاساسي بهالماب، انه هناك التاكيو الكبير عرفنا هالشيء من زمان، وهون عم يرجعوا ياكدوا لنا على هالكلام. وخلنا نشوف شكل الوحش. ايوه لا تعال تعال خلنا نشوف شكله شوي، خلنا نشوف شكله ونتكلم عنه شوي. ايوه هذا هو، هذا اللي راح يعذبنا. طبعا مثل ما قلت لكم انه مثل زومبي اجى وش اسمه النبات اللي تم عليه وطلع بهالشكل، وعيونه حمراء صراحه الشيء غريب، ما ادري له علاقه بموب اوف ذا ديد او شيء. بس مثل ما شايفين عنا اشياء على جسم الوحش، هي اول وحده، هي ثاني وحده، وثالث وحده هون. على ما اظن هيك بنقتله انه ننطخ على الاشياء هاي، مثل مارجو بالضبط اللي بشادو في ايفل، انه ننطخ على راسه وش اسمه وبيموت، انه فينا هاي يسكرهم بعدين يفتحهم. وعلى ما اظن بس نقتل وحده منهم هيطلع غاز يقتلنا او شيء، لانه التسريبات اللي طلعت على هالوحش انه في شو اسمه، انه في مثل انواع من الغازات بتطلع منه بتقتل اللاعب. وكمان تسريبات اللي طلعت منه انه شو اسمه، انه بياكل اللاعب، وبرجوك انيميشن كيف قاعد عم بياكل لاعب وتموت. وانتم شايفين ببطنه هون في فتحه، فانا ما اظن انه هالفتحه اللي بيبتلع فيها اللاعب وبيقتله. خلينا نشوف شكله اكثر اذا في شيء فينا نشوف. ايوه الفتحه مثل ما شايفينها، وشكله الصراحه جدا مخيف، وحاسس راح يكون صعب انه نقتله خلال تفجير هالاشياء. في واحده فوق هي وفي واحده على اليمين، فلو جاي بوجهك يعني لازم اللاعب من يمين يطخ، انت بس فينك تطخ هي اللي هون، او لازم يكون ايمك كويس لتصيب اللي فوق وتصيب اللي تحت على اليمين. وهيك ايوه بس على ما اظن على حسب الاشجار اللي فيه للوحش انه بيرمي عليك شغله بيسحبك لعنده. مثل ما شايف هون يعني ما كان في قدامه ولا لاعب ولا شيء، محرك ايده كانه عم بيرمي شيء، مثل ما شايفين هلا انه عم بيرمي شيء. فعلى ما اظن انه مثل اورجنس، مثل شو اسمه الزومبي البانزر، او مثل ما نسميها احلام باورجنس، كانت انه بيرمي عليك شيء وبيسحبك. فعلى ما اظن هذا راح يكون نفس الشيء، بس يسحبك راح ياكلك او يبتلعك وتموت بعدها على طول. ما ادري اذا اكل اللاعب المفروض يموت على طول، المفروض يجي داون، فما عندي اي فكره انه كيف راح يكون، بس الواضح من شكله انه راح يعذبنا. اوكي يا شباب هون نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم تحليل دعايه زيتس بونو شيما، وان شاء الله الماب راح ينزل اليوم الثلاثاء القادم، يعني من اليوم بكره الجمعه، السبت احد اثنين ثلاثاء، والحمد لله راح يكون مخلص اختبارات ومخلص كل شيء، وراح ساوي اول مره بث مباشر وقت نزول ماب ان شاء الله. وشرفونا البث المباشر اول ما ينزل الماب او بعدها بنص ساعه على ما اظن على حسب ما ارجع من الجامعه. فبس هذا كان الفيديو، هذا كان الفيديو يا شباب. اتمنى لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك المفضله، واكتبوا في الكومنت الاسئله اللي سالتكم اياها بالفيديو، سالتكم عن اكثر من سؤال انه ما بعرف شو هالشيء بالضبط. فاتمنى تكتبوا بالكومنت اذا واحد عنده اي جواب لهالاسئله، وشو رايكم بالماب بشكل عام. فبس كان معكم شركي يالا بشركي كيش، كيف فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.